لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب. يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك رب. رواه ابن أبي حاتم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. قال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبي. كان إذا أرسل الله نبيا قيل له: أنت شاهد على أمتك وجعلتكم شهداء على الناس. إلا نبي، يعني الأنبياء أعطوا ذلك لكن لم تعطها الأمة كلها قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا أرسل نبيا قيل له: أنت شاهد على أمتك وجعلتكم شهداء على الناس. وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال له: ادعوني أستجب لكم. وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: أربع خصال، واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بيني وبين عبادك. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. كان هذا خطاب للإنسان، يعني إسناد حديث ضعيف وإن كان حسن المعنى جدا. روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ:
ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا رواه أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير، قال الترمذي حسن صحيح. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير أيضا بإسناد آخر. ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وقال صحيح الإسناد. هذا صححه الحاكم وافقه الذهبي. وقال الإمام أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع الله عز وجل غضب الله عليه. تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يسأله يغضب عليه. الشيخ صححه الشيخ الألباني. قال ابن معين أبو المليح هذا اسمه صب. هكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال الحافظ أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرامهرمزي عن محمد بن سعيد قال لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في بقية دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. رغم ضعف الإسناد مظلم من جهات متعددة، لكن الحديث شاهدا من حديث أنس وأبي هريرة صححه الشيخ الألباني أو صح السنه يعني. قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين، كما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. حديث صحيح. روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد قال حدثني رجل قال كنت أسير ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول يا رب عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك، يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك. قال ثم ذهبت ثم جاءت الطامة الكبرى. قال ثم عاد الثانية فقال يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك برضا غيرك. قال وهيب هذه الطامة الكبرى.
الطمة الكبرى يعني من أفعال الناس، كيف يعني يتعرضون لشيء من سخط الله برضا غيره؟ قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى. قال فناديته: أجني أنت أم إنسي؟ قال بل إنسي، اشغل نفسك بما يعنيك عما لا يعنيك. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، يقول تعالى ممتنا على خلقه بما جعل له من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من تحرك من حركات ترددهم في المعايش بالنهار، وجعل النهار مبصرا أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر نعم الله عليهم. ثم قال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، أي الذي فعل هذه الأشياء، هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فأنا تؤفكون، أي فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة منحوتة. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى وجحدوا حجج الله وآياته. نقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.